ربط بعض الناس انه بعد تجديد كيليان مبابي لباريس سان جيرمان ربما ده يكون مؤشر لتولي زين الدين زيدان مسؤولية الفريق فنيا في المستقبل، هل ترى ان هذا الامر وارد؟ هل اصلا تؤيد هذا الامر؟ إنها إحدى الإمكانيات المتاحة أو إحدى الافتراضات في باريس سان جيرمان في الوقت الحالي أو في باريس عموما. لا يوجد الكثير من المديرين الفنيين أو المدربين الذين يستطيعوا تدريب هذا الفريق، إنه فريق كبير والتدريب له أقول لكم أنه إنها مسؤولية كبيرة. أؤكد لكم أنه يمرن لاعبين وينفذ خطط ويقود قادة أيضا، وهذه نقطة مهمة جدا لأنه لديه الإدارة كل هذه المنظومة معقد جدا، أمر معقد جدا لديك قادة. فأقول لكم شخص يجب أن يكون غير عادي لكي يستطيع إدارة هذه المنظومة بالكامل. زيدان لديه كل المقومات لكي يقوم بتولي مسؤولية باريس سان جيرمان، وهذا رأيي. طيب،